وأيضا الصين بتبني القوة العسكرية لها حوالي 25 سنة بتبنيها، وبالتالي الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي أيضا ينظر بحذر كثير جدا إلى الصين، لأن أمريكا هي التي بنت الصين، نعم يعني نعم أيام ريغان وأيام جورج بوش هما التي بنوا الصين. الصين لم تبنى بأيدي روسية ولا بأيدي صينية، ولكن أمريكا هي التي راحت هناك وفتحت المصانع، وأيضا هي the biggest market for the Chinese market is الولايات المتحدة الأمريكية. تاني موضوع هو موضوع إيران، وموضوع إيران والملف النووي مع إيران. أعتقد أن الرئيس بايدن حريص جدا أنه يغير نوعية العلاقة مع إيران، وهذا وارد. طيب نعم ثالث حاجة هو موضوع روسيا. أعتقد أن العلاقة ما بين موسكو وواشنطن علاقة يعني معقولة سليمة لا غبار عليها. طيب بدي اتشكر وجودك معنا دكتور اشلي انصار، عضو الحزب الجمهوري الامريكي. كنا نريد ان نتحدث ب يعني كيف سيؤثر وصول بايدن على بعض الدول الغربيه، اشرت الى حضرتك مثل روسيا وايضا الاقليميه ايران ودول الشرق الاوسط. ان شاء الله لنا لقاءات مقبله دكتور اشلي مره اخرى عبر خدمه سكايب. شكرا جزيلا لوجودك معنا في نهايه الاسبوع.